كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بفرح، كل عام وانتم بسعاده، وان شاء الله يا رب ينعاد علينا هالعيد السنه الجايه واحنا في احسن حال، ننزح عنا هالمرض ونرجع نفس ما كنا، نتزاور ونتغدى غير العيد يا بعض. هالعيد بس خلنا نلتزم تعليمات التباعد الاجتماعي، والعيد فرحه، وان شاء الله بنثبت لكلنا العيد فرحه بتكاتفنا وبتعاوننا مع فريق البحرين. عيدكم مبارك وعساكم من عواده، اذا تعزون امكم وابوكم، اذا تحبون عيالكم، اذا تحبون اهلكم، لزموا البيت وتواصلوا معاهم بالتليفون، والايام الجايه باذن الله بتكون افضل، وعساكم من عواده. عيدكم مبارك وعسى ايامكم هنيه وسعيده، ما دام الكورونا عنكم بعيده، واكيد انتم ما بتعطون مجال حق الكورونا تدخل عليكم، لان انتم ما بتطلعون لها برا، واكيد ما بتسوون اليمعات العوده، وبتقتصرون فرحتكم على عائلتكم الصغيره. عساكم من عواده. كل عام وانتم بالف خير، والله يعود عليكم ان شاء الله بموفور الصحه والسلامه، ولا يعكر صفو هذا العيد اي مشاكل صحيه لا سمح الله، إذا احنا التزمنا بكل الإجراءات الوقائية. خلنا نستقبل أعيادنا القادمة ونحن في أتم عافية، ونتشاركها مع أحبتنا وأصدقائنا. كل عام وأنتم بألف خير.